رسالتي هذه إلى مدير المصحة في محافظة إب، إلى المسؤولين. هذا ممدد 24 ساعة عندنا بالمدينة القديمة مريض نفسيا، يعني لما يموت بعده ننزل له مقاطع. كان شاعر، كان سواق موتور، كان اسمه ارحموا هذا. أين الرحمة بيننا يا ناس؟ هذا الحين ممدد بالطريق، الموتورات السيارات يزعل من جنبه، لا يأذي أحد ولا يخابر أحد. ها مريض أرجله وير مات، حالته تعبانة، قتلوه بالإبر. من ما جات فيضة اعمل له إبرة. أيوه الإبر المفروض ما يصطرفن إلا بأمر الطبيب. أنا أرجو أن الفيديو هذا يوصل إلى مدير المصحة بمحافظة إب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير. يا أخي هنا الحين.